طب وعجلة يقابلها ايه؟ أنا تأنس. عجلة يبقى مقابلها ايه؟ بقى العجلة والسرعة التقوا في تقليل الايه؟ في تقليل الزمن بالنسبة للايه؟ للحدث. إلا أن السرعة ممدوحة والعجلة مذمومة، ومقابل السرعة مذموم ومقابل العجلة ممدوح. مقابل الايه؟ يبقى انا عندي ايه؟ سرعة وعجلة، الاثنين يلتقوا في معنى وهو تقليل الزمن بالنسبة للحدث. الا ان السرعة ممدوحة والعجلة مذمومة، ومقابل السرعة الابطاء ده مذموم، ومقابل العجلة الاناء يبقى ممدوح. ايه ليه؟ ليه؟ قال لك السرعة التقدم فيما ينبغي التقدم فيه، والعجلة التقدم فيما لا ينبغي التقدم فيه. يبقى السرعة تقدم في ايه؟ فيما ينبغي التقدم فيه، ولذلك ضدها الابطاء يبقى مذموم. وهي ممدوحة ولا لا؟ اه. والعجلة تقدم ايضا بس فيما لا ينبغي التقدم فيه، لانه كان عايز راوية، ولذلك قال في العجلة وفي التأني السلام، وبعدين قال لنا سارعوا. يبقى اذا لازم نفهم الايه؟ معطيات الايه؟ الامور. هنا بيقول وسارعوا، يسارعون في الخيرات، يعني كلما لمحت لهم بارقة في الخير يسرعون اليها. يبقى تقدمهم فيما ينبغي ايه؟ ليه؟ قال لك لان الاسراع الى الخير حدث، والحدث يقتضي حركة، والحركة تقتضي متحركا، والمتحرك يقتضي حياة. فما الذي يضمن لك ان تظل حياتك للاناة وللابطاء؟ يبقى لازم تسرع ولا ما تسرعش؟ لازم تسرع. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان ينام القيلولة والحاجب بتاعه يمنع الناس عن انهم ينقذوه، فجاء ابنه وقال له انا اريد ان ادخل على امير المؤمنين الساعة، فمنعه الحاجب. ولو كان ابنه قال له دي ساعة لا يستريح من ليل ونهار الا فيها، دعوه يستريح. فسمع سيدنا عمر بن عبد العزيز الضجة فسأل الحاجب، قال له ابنك يريد ان يدخل عليك وانا اقول له كذا؟ قال له دعه يدخل. فلما دخل قال يا ابي بلغني انك ستخرج ضيعتك كذا لتقفها في سبيل الله. قال افعل ان شاء الله، غدا نبرمها. قال او ابقاك الله الى غد؟ بكى وقال الحمد لله الذي جعل من اولادي من يعينون على. يبقى بده يسرع ولا لا؟ ما دام هبت عليك هبه الخير انت لا تدري اغيار الاحداث في نفسك، فما دام تهب لك هبه خير سارع وقت ايه؟ وقت نصف. شوف بقى كمان يا عمر بن عبد العزيز، يا ربنا يرزقه باولاد شكلها ايه؟ طب خلي دي مثلا في بعض الايام كده والراجل عايز يعمل حاجه زي دي، الاولاد يعملوا في ايه؟ يقول لك اخنقه قبل ما يعمل العمليه. يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. كلمة من الصالحين، صالحين لإيه؟ احنا بنقول رجل صالح، رجل مقابل رجل طالح. صالح يعني ايه؟ صالح لإيه؟ صالح للخلافة التي جعل الله آدم وذريته خلفاء في الأرض. يبقى ده صالح لأن يكون ايه؟ ان يكون مستخلفا. فالشيء الصالح في ذاته يتركه صالحا، وان استطاع ان يزيده صلاحا فليفعل. الطالح او المفسد يعمل ايه؟ يجي للصالح، مش بس ما يعملش صلاح، ده يجي للصالح في ذاته فيفسده. يعني مثلا انت لقيت بير بياخد منه ماء، ان كنت يعني ما انتش خير او سيبه على حاله، ولا تقعد تجيب تراب بقى وايه
وترمي فيه. في واحد تاني يقول يا سلام البير ده بيقعد والناس بتيجي تستسقي منه بس بيجوا يتعبوا. طب ما الناس اللي بيفكروا بقى تفكيرات يقول لك ما نبني مثلا صهريج عالي كده ونسحب من المية دي بآلة رفعة كده ونحطه في الصهريج وبعدين نمد منه مواسير وبعدين الناس تاخد المية في البيت وهي قاعدة مرتاحة، يبقى زاده صلاحا ولا لا؟ يبقى كلمة رجل صالح يعني ايه؟ صالح لأن يكون خليفة في الأرض. خليفة في الأرض يستعمرها، خليفة في الأرض يستعمرها. إيه؟ يستعمرها يعني إيه؟ يعني يجعلها إيه؟ عامرة. الصالح في ذاته يسيبه أو يزيده صلاحة، واللي غير صالح يعمل فيه إيه؟ بس إذا أراد أن يعمل لازم يكون العمل عن عمق علم، ما يعملش العمل اللي يديله سطحية نفع وبعدين يجيب ضرر. يعمل سطحية نفع ويجيب إيه؟ ويجيب ضرر. زي ما اخترعوا المبيدات، مش لما اخترعوا المبيدات الحشرية دي قال لك ده احنا تغلبنا على الافات وبعدين شفت بقى اما اللي قالوا لا ما تستعملوهاش عشان عملت ضرر كذا وكذا 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 وخدت القليل الله. ولذلك اقرأ بقى قول الحق سبحانه وتعالى علشان يبقى كل عمل يبقى عن ايه؟ مقعد تقعيد علمي. اوعى لا تخف ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به ايه. هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وبعد ذلك ذكر حالهم في حركتهم في الحياة، يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون ويؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويحكم عليهم حكما عاما بأنهم من الصالحين، أي لعمارة الكون والخلافة في الأرض، وما يفعلوا من خير فلن يكفر. ادلهم الجزاء بقى بعد ما قال الحكاية الطويلة عنهم دي، يبقى بده طمنا على أن ما فيش حاجة تضيع عند مين؟ عند ربنا. فلن يكفروا، يكفروا يعني يجحد لهم او يستر. والله عليم بالايه؟ بالمتقين. لانه من الجائز ان يصنع الاعمال ولا يراها احد له، يبقى اللي حيجازي هو اللي ايه؟ هو اللي عليه. ان يعاد الى الذين كفروا، ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، اللي هي مظن الفتنة، إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة. ومدام الأموال والأولاد فتنة، الفتنة دي مش مذمومة في ذاتها. نقول الفتنة دي معناها اختبار وامتحان. طب ما يمكن فتنة إنما حينجح، عنده أموال وعنده بنين إنما وفتنا صحيح إنما نجح، المال ما أطغاش، الأولاد ما أفرهوش، المال استعمله في الخير، الأولاد استعملهم في حمل منهج الله أو النماذج السلوكية في الدين. يبقى إذن هم فتنة صحيح، إنما الفتنة دي عرضة أن ينجح الإنسان فيها. فلما تسمع أي حاجة فتنة ما تفتكرش إنها وحشة، هي فتنة أي اختبار وابتلاء وامتحان. طب كن ناجح مع الفتنة دي، انجح، يبقى اللي هيبقى الفتنة دي جاية له ضرر هو مين؟ اللي هيسقط. إنما اللي هتكون معاه ومع ذلك إيه؟ ينجح. يقول لا دول مش من هذا الصنف. ومع ذلك سيأتي يوم غير هذا اليوم، لأن ذول اعتزوا بالمال الآن واعتزوا بالأولاد، هيجي يوم ما يملكوش هذا المال، وإن كانوا حتى يملكوه مش هيعرفوا يشتروا به في الآخر حاجة، وأولادهم كل واحد إيه؟ لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده إيه؟ عملية ذاتية. يبقى مغشوشين في أموالهم وفي أولادهم، مش هتغني عنهم شيء. وكلمة لن تغني عنه
أغناه عن كذا، يعني جعله في استغناء، جعله. وما هو الغنى؟ الغنى يعني ايه؟ الغنى أن تكون لك ذاتية غير محتاجة إلى ما غيرك، هو ده الغنى الصحيح. الذاتية بتاعتك يعني حتى إن كنت جعان ما انتش عايز تاكل من إيد الغير، يبقى غني ولا لا؟ الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. كثرة العرض ده كثرة العرض دي يقولك زي الماء المالح، كلما شربت منه ازددت ظمأ. تفتكر ان ايه تروي؟ لا، تزداد ايه؟ عطش، زي الماء الايه الماء. فيقول له انت انغشيت. طب ده انت في المال والاولاد اعتدت بهم في الوقت اللي ملوش اموال ولا اولاد يمكن برضو يمشي، ولا ما بنشوفش حد ملوش لا مال ولا اولاد وماشي في الحياة؟ اذا انت خدت المسألة في غير موقعها. غير موقعها يعني ايه؟ قال لك اذا لم تكن ذا مال ولا اولاد تعيش في الحياة ولا ما تعيش؟ تعيش. انما تيجي في الاخرة بقى ايه اللي حالتك؟ يبقى اموالك او لا حسرة، اموالك واولادك حسرة عليك. حسرة ليه؟ لأنك كلما ذكرت أنهم أن المال والأولاد أبعداك عما يؤهلك لهذا الموقف غنى، مفيش، تبقى حسرة ولا لا؟ تبقى حسرة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شوف كلمة بقى أصحاب النار دي كلمة قاسية. ما هما معنى الصاحب يعني؟ الصاحب هو الملازم. لما يكون واحد صاحب واحد بنقول ده فلان صاحبه في ايه؟ فلان صاحبه يعني ملازمه. الصحبية دي جاء من مين؟ من الثاني ولا من الاول؟ فلان صاحبه فلان، لا من الاول، هو اللي عامله صاحبه. انما يا ترى التاني عامله صاحبه ولا مش صاحبه؟ ام قال لك ده شوف بلغ من انتقاض الانسان على نفسه ان هو صاحب النار. ما شفتش واحد كده يعمل عمليه كده ويقدر يضرب نفسه يقول لك انا استاهل؟ وساعه ما يروح النار يقول ايه؟ يقول انا استاهل. كل ما تكون النار يقول لك انا استاهل. كل ما تكون النار ده هو اللي مصاحبها، يعني مش النار متلقاها عليه. النار لا تلقيها عليه صحيح، تقول هل من مزيد، هات حد تاني، هل من ايه مزيد. انما هو ايه؟ اولئك اصحاب النار. فكأن الانسان وابعاده زي ما قلنا تنتقض عليه، لان كان له ولاية عليها وهو في الدنيا، خضع لارادتها زي ما هو خضع لارادته. الايد يقول لها اضربي فلان قلم، الايد بتعصى؟ هي ربنا عملها خضع لارادته. واللسان يقول كلمة كفر بيعصى؟ ما بيعصاش. الله. إذن أبعاده خاضعة لإرادته. وبعد ذلك يأتي يوم القيامة بقى أبعاده خاضعة لإرادته ولا ما عادش له إرادة؟ ما عادش له إرادة. يبقى الأبعاد اللي كانت مرغمة على أن تفعل فعلا وهي لا ترتضيه تعمل إيه؟ تنتقض عليه وتشهد وتقول ودوه ده، ده عمل كذا وعمل كذا وعمل. الله، ما أنتوا اللي هتتعذبوا. يقول لهم ما أنا كنت بعمل لكم أنتم، مش كده ولا لا؟ أولئك أصحاب النار، فالصحبية منهم هم فيها خالدون. فإن كان واحد من هؤلاء ترى له ظواهر خير كثيرة فإياك أن تنخدع بذلك الخير. ليه؟ لأن احنا عندنا حاجة اسمها كفر القمة. كفر القمة كل عمل فيه حابط عند الله وإن كان غير حابط عند الناس. ما تشوفه بيعمل خير وهو إلى آخره وعن غير إيمان. إحنا قلنا له مش الكل واحد يفعل فعلا يطلب أجره ممن عمل له؟ اللي بيعمل عمل لواحد يطلب أجرته منه. فهل عملوا الخير وعملوا الطيبات وفي بالهم الله، ولا عملوه لمعنى آخر؟
اللي بيقولوا عليه الإنسانية مش كده؟ وليه يبقى مذكور؟ يقول له يا أخي ما الإنسانية ادتك وعملوا لك تمثال ومدليات وعد مش عارف ايه وعد ايه والدنيا، فعلت ليقال احفظوها جيدا، فعلت ليقال وقد ايه وقد قيل، يبقى خلصين ولا مش خلصين؟ خلصين. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا وهم بعيدون عن منهج الله وأنفقوا في غير منهج الله كمثل ريح فيها صر. مادة الصاد والره دي تدل على الشدة والضجة والصخب. امرأة ابراهيم اقبلت امرأته في ايه؟ في صرة، في صخب، قالت عجوز عقيم، ازاي بقى عجوز عقيم وخل. طيب وريح صرصر عاتية، دي صر ودي صر يعني مكررة ايه مرتين، فيها برد بصوت. اللي يجي فيها الصقيع اللي احنا بنقول ده الصقيع جه على الزرع وايه وكله، ريح فيها ايه؟ كلمة ريح خلت البرد شائع، لان البرد قد يكون في منطقة لا ريح فيها يقوم يظل في ايه منطقته، لما تيجي ريح تقوم ايه تعديه الى منطقة اخرى، يبقى دائرة الضرر تتسع ولا ما تتسعش؟ يبقى ريح وفيها ايه صر. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، أصابت حرث قوم. إحنا لما نسمع كلمة الحرث بنفهم إنه الإيه؟ أنه الزرع. ليه ربنا سماها الحرث؟ علشان يقول لنا ما كنتش هتزرع هتحرث، مش هتزرع وانت بس بتحرث. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن؟ يبقى الزرع غير الحرث. الحرث إهاجة الأرض، جعل الأرض إيه هشة، ومدام هشة دي بتديلها حاجتين اتنين، الجذور البسيطة اللي بتتاخد من الحبة تبقى لما تلاقي الأرض هشة تبقى تقوى على أن إيه تنزل فيها وتاخد الغذاء، وأيضا ما تكون هشة يبقى فيها هواء يوم الجذر يتنفس. وإلى لقاء